هند لهم طريقة ظريفة في صيد القردة، فهم يضعون الجوزة لها في ثقب شجرة، فيدخل القرد يده ليخرج الجوزة، فتعلق يده بسبب تمسكه بالجوزة، ولو ترك الجوز لاستطاع الهرب، ولكنه فضل أن يمسك بها ولو على حساب حياته. كم من الناس من يتمسك بأشياء جميلة فتفقده أشياء أجمل وفرص أكثر. أذكر مرة أن أحد الشيوخ الكبار سألته: ما أتعس قرار اتخذته في حياتك وندمت عليه؟ فقال: كنت موظفا في أرامكو في وظيفة مناسبة ودخلها أكثر من رائع، لكني تركت الوظيفة وعدت إلى مدينتي وإلى أهلي. سألته: ما السبب؟ ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ ما هي ظروفك؟ فقالها لي بلغته، أرويها لكم كما قالها وبطريقته. يقول: حنيت البندق 27 وراء غمارة ديدسون ملبك تحت عبرية مزرعتنا. حنيت البندق 27 وراء غمارة ديدسون ملبك تحت عبرية المزرعة. وإليكم الترجمة، يقصد أنه اشتاق لبندقيته ولرحلات الصيد التي كان يقوم بها، اشتاق لموسم صيد الطيور، مما جعله يترك أرامكو ليستمتع بتلك البندقية التي ما زالت إلى الآن عنده منذ أكثر من 25 سنة، ولكن ذهبت لذتها وبقيت حسرتها. هو الآن أحبتي يعيش حالة مادية صعبة أفقدته الكثير من صحته. يقول فاكنر: نمت فحلمت أن الحياة جمال، واستيقظت فوجدت الحياة التزام، وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. إن المسألة مسألة عمل، فالقرآن الذي أنزل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسادوا به العالم، هو القرآن نفسه الذي أنزل علينا فتذيلنا بدونه العالم. إن المسألة مسألة تطبيق، والفرق فرق في التقيد والتنفيذ. فماذا قررت؟